يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. عبد الرحمن كان يعاني من سمنه مفرطه حتى وصل وزنه الى 170، لكن بقوه الاراده تمكن من التخلص منها بعمليه التكميم واصبح مدرب كمال اجسام ومتخصص بالتغذيه، وهو اليوم ضيفنا في سيدتي عشان يحكي لنا التجربه اللي خاضها والدافع وراها. خلينا نتعرف اكثر على هذه التجربه مع عبد الرحمن. يسعد مساك عبد الرحمن. يسعد مساك، الله يسعدك ان شاء الله. عبد الرحمن، خلينا نبدا الحين بالتجربه اللي انت مريت فيها، تجربه السمنه والمعاناه. لو تحكينا بدايه كيف بدات معك السمنه؟ والله انا اصلا ما كنت شخص متين في البدايه. عانيت من السمنه في الابتدائي تقريبا، كنت اعاني من امراض معينه واستخدمت ادويه معينه علاجات، فهي كانت السبب في اني بدات في الطريق هذا، يعني هي مجرد انها حطتني في هذا الطريق وانا كملت بعد كذا. كشاب، يعني عارف كل شاب يحلم مثلا يكون مثلا رياضي كمال اجسام، انت في هذه المرحله يعني استمرت معاك السمنه، ويمكن قبل سنتين زي ما احنا تكلمنا تحت الهواء سويت عمليه التكميم. ايش المعاناه اللي انت لمستها؟ ايش الاشياء اللي احبطتك في حياتك بعد مرات حياتك اليوميه كشاب؟ اكيد ما في كان شيء اصلا يعني الا كان محبط. كل الظروف اللي حولنا الواحد محبط، اكيد ما الواحد ما يرتاح لا في نومه ولا في جلسته، في خرجته مع الزملاء ومع الاهل، كل شيء حولنا حيكون محبط اكيد. فالواحد اكيد وقتها كان يتمنى انه يكون رياضي، بالذات لما كان الوالد يعني في هذا المجال، في مجال كمال اجسام، واخوي الصغير نفس الحكايه، والعائله كلها رياضيه الا انت ها؟ الا انا الوحيد اللي جد زي كذا، سبحان الله. فاكيد كانت معاناه نفسيه ومعاناه بدنيه اكيد. طب ما كانت لك محاولات مثلا قبل ما تلجا لعمليه التكميم؟ يمكن في كثير الناس يقول لك يعني يمكن هذا اخر حل لجا، هل كانت لك معاناه؟ جربت مثلا حميه غذائيه، مراكز صحيه متخصصه في هذا الشيء؟ ما فكرت تبدا كمان بالرياضه وحميه غذائيه ولا ابدا ما فكرت في هذا الشيء؟ جربت كل الحميات اللي ممكن تكون على وجه الارض. جميع انواع المراكز اللي عندنا في المنطقه، اللي هي ممكن طبعا الخرافات اللي بنسمعها، ممكن تنحف في شهر، حتنحف في شهرين، حتنحف في 3 شهور، والواحد كان عنده جهل في الموضوع هذا. فجربت كل الحميات، اذا نزلت 30 كيلو برجع اطلعها 60 كيلو دبل مره ثانيه، بسبب الاكل اللي بيعطونا هو والانظمه الغذائيه اللي بتكون موحده لكل الناس وكل انواع البشر وكل اجسامهم المختلفه عن بعض، اللي المفروض تكون لهم انظمه مختلفه على حسب وزنهم وطولهم، فبيعطوا الناس كلهم نفس الانظمه. فهذه للاسف اللي كانت ترجع تطلع وزني مره ثانيه دبل. يعني كنت تحاول بس فشلت كل المحاولات. اكيد فشلت كل المحاولات اكيد، وكانت عندي اصابه برضه في ركبتي واصابه في ظهري بسبب الوزن الزايد، فما كنت اقدر امارس الرياضه اصلا يعني. فاضطريت اني الجا لعمليه التكميم. يعني ممكن اقول هذا السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي اكيد. انا لو يعني يمكن كان الان استمرت متين اذا ما سويت عمليه تكميم، وما حقدر اسوي رياضه يعني بهذاك الوزن. احس من تجربتك يعني انت ما شاء الله يمكن كان وزنك 170 أوكي. والحين انت جالس معانا. اقول الوزن ولا ما اقوله؟ لا عادي، خذ راحتك. قلت في السناب حدود يعني مثلا 100، يعني 70 كيلو كانه فعلا شخص اخر. ودعته شخص صراحه على كتفي كان وطاح الحمد لله. ايوه يعني النص طاح تقريبا او اكثر من النص. طيب العمليه هذه قد ايش فادتك وقد ايش ساعدتك؟ والحين ظرف سنتين خسرت تقريبا 70 كيلو تقريبا، قد ايش ساعدتك حتى من الناحيه النفسيه؟ قد ايش غيرت حياتك؟ احنا انا ما اسوق لهذه العمليه، لا انا ابغى اشوف اثرها عليك انت. اكيد، ولا انا ما اسوق العمليه هذه، ولا انصح اي شخص ممكن يتجه للعمليه دي الا اذا كان اخر حل في حياته انه يلجا للعمليه، لان العمليه جراحيه زيها زي عمليه ثانيه. عمليه التكميم تساعد الشخص بنسبه 50% تقريبا، وتحطه على طريقين، يا طريق ترهلات وتعب ونفسيه ودوخه والاشياء هذه، او الطريقه الثانيه اللي حتكون حياه صحيه مختلفه تماما وعادات وسلوك غير اللي كان متبعها قبل عمليه التكميم، لانه لازم يغير عادات وسلوك، اذا ما غيرها راح يتبع الطريق اللي فيه ترهلات ودوخه، هي طريقين. فمن الناحيه النفسيه اكيد في البدايه يكون في ندم لاي متكمم يكون مسوي عمليه، يكون في ندم وتعب، دوخه، ارهاق، الام في الجسم، الناس اللي حوله كلهم يحطموه انه انت سويت عمليه، انت ممكن راح تتنوم في المستشفى، انت راح يصير لك وراح يصير لك وراح يصير لك. فاذا كان الواحد يسمع لكلام الناس المحطمين اللي حوالينه ما راح يوصل للطريق اللي هو يبغاه نهائيا. يعني افهم منك عبد الرحمن مرت عليك حالات من الندم بعد خضوع هذه العمليه؟ اكيد اكيد. طب كيف عالجتها؟ كيف واجهتها؟ انا بعد العمليه تقريبا ب3 شهور، يعني هي ال3 شهور هذه حق اللي بعد العمليه هي اللي السبب اللي خلتني اتجه للرياضه والحديد والاشياء هذه، لاني قعدت 3 شهور الحلم حقك يعني. بالضبط، هي اللي خلتني اتجه للحلم اللي انا اتمناه. فبعد ال3 شهور الاولى يعني كنت اعاني من تعب وارهاق والام ودوخه وتساقط شعر والام يعني سواد تحت العين، شخص عمره 70 سنه ما هو شخص عمره في العشرينات.
فاللحظة اللي غيرت فيها رأيي واضطريت إني أروح النادي لما شفت نفسي على المراية، فلاحظت إني مترهل وتعبان وشكلي ما هو شكل إنسان في العشرينات أصلاً. فهذا الشيء اللي خلاني أتوجه للرياضة. طيب لما دخلت النادي الحين والحين كمان أنت تقدم استشارات كمان للشباب الموجودين في النادي، وما شاء الله زي ما إحنا شفنا مثلا رفع الحديد وممكن نقول مدرب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله على الطريق إن شاء الله. قد إيش قدرت إنك تحقق هذا الحلم، وكيف كنت تتعامل مع الشباب اللي ممكن يكونوا في بداية الطريق، ممكن يكونوا يعانون من سمنة ويمكن تشوفهم بعينك بالنادي؟ أكيد في النادي، يعني للأسف إنه مجتمعنا ما في توعية، هذا واحد. إنه الشخص بيدخل النادي بيسمع كلام الناس الموجودين المدربين، وأغلب الناس بالذات الناس اللي أوزانهم عالية. أنا عانيت من الشيء ذا، بدخل النادي بروح عند المدرب لو سمحت كابتن أنا أبغى أنزل وزني وما أبغى أترهل، أبغى أشد نفسي. فالشيء الوحيد اللي بيقول لي هو روح على السير أو خش حصص لياقية. فللأسف إنه الواحد لازم يلعب حديد، بالذات الشباب يعني لازم يبني كتلة عضلية وهو فترة النزول عشان يحافظ على الجلد إنه ما يطيح ويترهل. لو طاح الجلد وترهل واختفت الدهون اللي داخل الجلد صعب إنه الجلد ينشد إلا بالعمليات الجراحية والأشياء الثانية، إلا إذا كان بينزل نزول صحيح وقدر يبني كتلة عضلية كبيرة. فللأسف لما بلاقي واحد في النادي جسمه مليان وبشوفه كم مرة ما بيلعب حديد، فبروح أقول أنت ليش ما تلعب حديد؟ إيش المشكلة؟ بيقول الكابتن قال لي لا تلعب حديد. ليش ما تلعب حديد؟ عندك مشكلة صحية، تعاني من شيء، عندك آلام في الظهر، عندك آلام في الركبة. بيقول لي لا أنا ما بعاني من أي شيء. طب ليش ما تلعب حديد؟ ما بأضخم أكثر من كذا. كيف ما تضخم أكثر من كذا؟ أنت ما راح تضخم أكثر من كذا أصلاً، أنت أريد بتحرق دهون وفي نفس الوقت بتلعب حديد، فبتبني كتلة عضلية وفي نفس الوقت بتحرق دهون. يعني المكان الـ 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 المكان اللي حيروح منه دهون راح يبني فيه عضل وراح يشد الجلد، ما راح يطيح الجلد معك. فهذه الفكرة. كويس عبد الرحمن إنه في هذا الوعي عندك، يعني فعلاً أنت لما قلت ما أي إنسان يخضع لهذه العملية في مسارين، يا ما حيترهل حيدخل في دوامة عمليات ما حيطلع منها أكيد. أو النادي. طبعاً نفس الكلام ينطبق كمان على النساء اللي يخضعوا لهذه العمليات. لكن كانت في ملاحظة، طب الحديد وش وضع مع النساء؟ يلعبوا حديد أكيد. أنا أكثر الأسئلة بتجيني من النساء في السناب شات أو في مواقع التواصل الاجتماعي إنه عبد الرحمن أنا بنت هل ألعب حديد ولا ما ألعب حديد؟ أكيد تلعب حديد. خوف البنات كلهم إنه انا ما ابغى ابني حديد ويكون عندي عضل مثلا زيك او زي كابتن فلاني. طبعا هذا الشيء مستحيل يصير. بنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي يعني بنت يكون عندها عضل وعروق وجسمها مفتر عضلات، بس هذول كلهم متجهين للهرمونات والابر والاشياء ذي هي اللي بتعطيهم الكتل العضليه الكبيره هذه. اوريدي جسم البنت ما في هرمون ذكوره الا بشكل بسيط جدا، ومستحيل يعطيها الكتله العضليه اللي بنشوفها في الاولاد او بنشوفها في البنات اللي مستخدمين الهرمونات هذه. طب خلينا نتكلم على هذه الهرمونات. اكيد في شباب كثير يدخلون ياخذوا لك هذه الهرمونات البروتين بعد المرض، خلينا نفرق بينهم من خلال خبرتك وتجربتك في هذا المجال. ايش وضع هذه الهرمونات؟ البروتين بعيد تماما كل البعد عن الهرمونات. للأسف بتوصلني أسئلة هل أنت تتعاطى بروتين؟ تتعاطى بروتين تمام. فالبروتين يعني كأنه بيقول لي هل أنت تتعاطى دجاج أو هل أنت تتعاطى لحم؟ البروتين دجاج لحم سمك نفس ما احنا عارفين مصادر البروتين مره كثيره، بس انا كمتكمم مجبور اني اخذ بروتين لاني ما اقدر اخذ حاجتي من الاكل. اللحمه تكون صعبه بعض المرات صح؟ بالضبط اللحم الدجاج الاشياء هذه. فحتى لو كانت ما هي صعبه علي انا معدتي ما تتحمل اني اكل مثلا 200 جرام 300 جرام دجاج عشان احقق اللي يحتاجه جسمي، فبضطر اني اخذ سكوبين ثلاث سكوبات بروتين اللي هو البودر عشان احقق اللي جسمي يحتاجه وما افقد عضله او اني ابني كتله عضليه. فالبروتين هذا واحد. البروتين طبعا على فكره معلش الاطفال اللي الحليب تبع الاطفال فيه بروتين، فيعني شيء طبيعي انه الاطفال والكبار في السن ياخذوا بروتين. بالنسبه للهرمونات، الهرمونات عالم ما راح نخلص منه. فالان اغلب الشباب متجهين للمجال هذا بسبب ناس يعني مثلا يكون في النادي هو في هذا المجال او هو يبيع هذه الاشياء بطرق غير شرعيه وما حد داري عنه وبتخزين سيء ولا حد داري عن التخزين هذا. فين بتتخزن الهرمونات هذه؟ بيضحك عليه بصوره بصورتين بيقول له شوف انت لو اخذت الهرمون الفلاني والهرمون الفلاني بيصير شكلك زي كذا. مثلا مثال بسيط عن هرمون الجروث او هرمون النمو. هرمون النمو طبيا بناخذ للاطفال اللي يعانوا من مشاكل في النمو في الاطراف في مشاكل الى سن معين يعني الى سن معين أيوة. الى سن البلوغ تقريبا بعد كذا ما عاد بيحتاجوه، او الاشخاص كبار السن عشان يأخروا موضوع الشيخوخة أو يقللوا من موضوع الشيخوخة. فللأسف إن هرمون النمو فوائده جدا قليلة ومضره أكثر، لكن هم بيشوفوا الفوائد بس. أوكي فوائد راح يلقى كتلة عضلية كويسة ممكن ممكن إنه يحرق الدهون اللي حوالين العضل ويقسم جسمه، لكن المضار كبيرة جدا وما بيلتفتوا لهذا الشيء. هو أهم شيء شاف نفسه تعدل، ما فرق معه إيش اللي راح يصير ضده. اللي راح يصير ضده ممكن يصير عنده تضخم في الأعضاء الداخلية، الكبد، الكلى، القلب، الأشياء هذه، البنكرياس ممكن، او انه الاعضاء الخارجيه او الاطراف العظام هذه ممكن كلها تتضخم عنده. هذا مثال بسيط بس عشان لا اخذ الوقت كثير.
فيعني الواحد لو ضخم عنده القلب وضخم عنده البنكرياس وهذه الاشياء راح يفيده العضل؟ ما راح يفيده. كويس انه عبد الرحمن ما شاء الله عندك اطلاع وفيدباك مره كويس على هذه الامور. الحمد لله. بعض المرات يقول لك اسال مجرب ولا تسال أكيد طبيب. أكيد. خلال التجربه هذه اللي انت اخذتها والخبره هذه، كيف تنشر الوعي بين الشباب وبين البنات كمان؟ وانا اعرف انك انت كمان ناشط في السوشيال ميديا، يعني الحمد لله. في السناب شات، يمكن هذا شورت كت للشباب والبنات يسالون ليش. الحمد لله. موضوع انه كيف ننشر الوعي، يعني مجتمعنا الآن ما هو زي قبل سنتين ثلاث سنين الحمد لله. الناس الآن اتجهت إنه كيف أحسب كمية السعرات الحرارية، كيف أعرف أكلي إيش فيه، إيش النظيف إيش اللي مو نظيف، كيف أسوي نظام المرونة 70% من أكلي يكون صحي و 30% لخبطة، مو مشكلة هذا النظام اللي أنا متبعه من يوم ما سويت التكميم طبعا. فموضوع إنه الحرمان وأكل العصافير زي ما قلت لك، إنه الواحد يشرب طول اليوم بس شوربة وآخر اليوم يأخذ لبن زبادي وفي يومه كامل ما يكمل 500 سعرة حرارية، هنا دمر معدل الأيض عنده. وللأسف إنه بعد ما يسيب الرجيم هذا جسمه متعود يحرق 500 سعرة وراح يضطر انه ياكل 500 او ينقص عن 500 عشان يحرق اكثر، او لو زاد عن 500 بوحده سعره راح يتخزن في جسمه دهون. فمجتمعنا اليوم الحمد لله في تحسن كثير، في جيك تفاعل كثير الحمد لله، مره كثير، مره بشكل جدا كبير. هذا اللي خلاني افتح قناه في اليوتيوب، هذا اللي خلاني انزل مواضيع في الانستغرام. لو ما لقيت تفاعل او ما لقيت انه في ناس بتستفيد ما كان كملت هذا المجال. طيب لكن الحمد لله. ايش تقول للناس المصابين بالسمنه وخلاص واستسلموا؟ والله صعب اذا كان هو عاجبه حاله، يعني اذا كان هو عاجبه حاله انه هو مو قادر يخرج، مو قادر ينبسط، مو قادر يلبس، له ملابس مخصصه، له استثناءات كثير. يعني الواحد اذا كان متين عنده استثناءات مره كثير. طب ايش جت لك حالات مثلا من جد سمنه مفرطه شفتها مثلا كلموك على السناب شات؟ اكيد اكيد. يعني شخص ممكن يكون وزنه 185 كيلو او 190 كيلو ما هو راضي يتحرك، ما هو راضي يروح النادي، ما هو راضي يسوي، ما هو راضي يجرب شيء. يعني جاني واحد قال لي انا وزني 185 كيلو ابغى اسوي تكميم. قلت له جربت، سويت، لعبت حديد، خشيت حصص لياقيه، ظبطت مع اكلك، حاولت، قال لا ما سويت اي شيء من الاشياء، ما في حل اروح اسوي ذا كله. طيب اوكي، انت متوقع انه انت لو سويت عمليه تكميم راح تقعد في بيتكم وراح ينزل وزنك وراح تنشد وراح يطلع لك عضل وانت قاعد على في بيتكم؟ هل تتوقع شيء ذا؟ فقال لي لا طبعا مستحيل. قلت طب انت مستعد انه تتحمل الاثار الجانبيه اللي بعد عمليه التكميم، دوخه، تعب، الام في الجسم؟ انت الان ما انت قادر تتحرك بسبب وزنك بس. بعد العمليه راح يكون عندك الوزن هذا باقي، وفوق ذا كله عندك الام العمليه، عندك دوخه، عندك الام في العظام. طب كيف تحفزه؟ بتنزل لهم برامج معينه في السناب؟ طريقه نزل قبل وبعد. اكيد انزل بس مو كثير، يعني ما احب انزل كثير لانه في ناس يعني ما تذكر الله، في ناس ما تقول ما شاء الله، فانا ماني مسؤول اذا واحد جاله عين بسبب انه انا نزلته في سنابي. فالطريقة اللي أحفز فيها إنه الكلام، أحفز بالكلام بصوري، أنا متحمل اللي يجيني لأن أنا محصل نفسي بإذن الله ربنا ما يضرني إن شاء الله. فبصوري أنا قبل وبعد، بأكل الناس اللي عندي الحمد لله متفاعلين كثير في من ناحية الأكل، إنهم يعطونا صور أكلهم الصحي، ودائما بنزل صور أكل الناس الصحي عندي في سناب. فهذا الشيء بيحفزهم كثير، بينبسطوا من ذا الشيء الحمد لله. يعني عبد الرحمن في نهاية لقائنا يمكن أقول كل الشكر لك عبد الرحمن من يوميات سمين سابق. أوكي والله كانت كلها كل غير صحي ومطاعم الحمد لله. إلى الحين ممكن نقول إن شاء الله على الطريق لجسم صحي ورياضي. ونستفيد من نصائحك على السناب شات، تكون محفز كمان للشباب. أكيد أكيد. كل الشكر لك عبد الرحمن. الله يسعدك، ولي الشرف، وشكرا على استضافتكم الجميلة، الله يسعدكم إن شاء الله. ومن سيدتي نصائح تخلصك من السمنة وتجعل منك شخصا رياضيا. يعاني 70% من سكان المملكة من السمنة، وهي نسبة لا يستهان بها وتدعو للتغيير الجذري في حياة كل منا. لتفادي تعريض جسمك لآثار جانبية قد تتسبب في الوفاة أحيانا، إليك سيدتي بعض النصائح المهمة التي تجنبك الوقوع في السمنة. احرصي على اتباع نظام غذائي صحي بعيدا عن الدهون المشبعة دون حرمان نفسك من حين لآخر. حافظي على شرب ما يقارب لتر ونصف من المياه، حيث أن ترطيب الجسم والشرب يساعد الجسم على حرق الدهون. خصصي في نظام حياتك نصف ساعة إلى ساعة من المشي يوميا، وابتعدي عن الجلوس لوقت طويل أمام التلفاز.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل. من أجل بيئة أفضل، إطلاق مسابقة حلم جدة البيئي، وسيدتي تكشف التفاصيل.